يعيش حريته، يعني ما غتسوقش لبنادم، ممكن تشوف الرأي ديالك انت، يعني داكشي اللي غتتبع الطريق الزوينة ديالك. في المغرب غتبع عندنا حرية أكثر في الكحول، واش أنت مع ولا ضد؟ كل سي بيرسوناليتي، يعني كل حر في راسو، اللي بغى يدير شي حاجة يديرها، غير حنايا في المغرب بنادم ما كيدخلش تقاسه، بنادم كيبغي يدخل في الآخر. إلا بغيتي دير هادشي خاصك تملص من الهوية الإسلامية ديالك وتتبع شي شريعة أخرى. حنا كشعب مسلم كونتر هاد اللعيبات، مادام قلنا انت الشراب قلنا انت الزينه وقلنا نحويج اخرين، ما غاتبقاش في دوله اسلاميه، تولي دوله اسلاميه بالسميه وصافي. لا انا ضد التشغيل ديال الكحول، الكحول غتؤدي لبزاف د المشاكل، تقدر تؤدي لجرائم، القتل، الاغتصاب، بزاف د الحوايج. انا الا كانت شي حاجه نكون معاها بحال الرياضه جو سي كونتر، باسكو ماروك ديجا سي ان بيي كي اسلاميك، دونك اي دوا غاردي ستا كولتور، اي فيو l'islam a toujours condamné l'alcool. Sur ce, je suis contre à 100% que l'alcool soit légalisé au Maroc. انا ضدهم، ضد الكحول. الدوله الاسلاميه ما خصهمش يديروا فيها الكحول كاع بصفه عامه، بحال اوروبا واه الكحول، ولكن هذه دوله اسلاميه. شنو زعما برايك انت تولي عندنا حريه، تولي عند دوك الناس اللي كيشربوا حريه اكثر انهم يشربوا عادي؟ لا ضد انا في هذا الشيء كامل. تقدر دابا بحال هكا كان حريه ديري كحول، تقدر مورات تولي عندك حريه، تقدر تقتل، انت عندك حريه، تقدر ترتكب جريمه، تقدر بزاف د الحوايج. كل واحد يعيش حريته، يعني ما غتسوقش بنادم، ممكن تشوف الراي ديالك انت، يعني داكشي اللي غتتبع الطريق الزوينه ديالك. جو سوي افيك، مي كاين البلايصو ماشي زعما في نابورت كيل فين ما مشيتي تشرب، يعني كاين بلاص فين تشرب. بالعكس انا انهم يزيدوا يزايروا داكشي، باش ما تبقاش تلاقي واحد السكر العلاني هادي يشدوا يضربوها بالشهر هادي. خاص الحالة ديال السكر يتشدد عليها القانون. اللي كيبيعوا الكحول هما دوك الناس الكبار، باغيين نسمعوا على عباد الله باش يبقاو يبيعوا الكحول، هذا هو المهم. وسبب الحوادث ديال السير هو الخمر، الانسان كيتم غادي ما عاقش على راسو، ما عرفش راسو بانه تبعي والديه وتبعي ولادو، كيبقى حرية شخصية، ولكن باش تفرض على انه تولي هادي لو الكولدو كيسكر يقول لي لا وافق لي القانون على هذا الشيء كونتر هاد اللعيبة. شرب بينك وبين راسك، ما تسكرش بشكل عام ولا تخرج من البار وهذا. ماشي كل جا كل واحد يدير اللي بغى راه بقى قانون في هاد البلاد. لا جا كل واحد يدير اللي بغى.